مساء الخير أنسة فريدة. مساء النور. يا ترى ايه بقى الحاجة الخطيرة اللي انت جايبينها عشانها في منطقة مقطوعة زي دي؟ أنا صلاح بيه. مش كنا رحنا معاه يا ابني بدل ما سيبناه يروح لوحده كده؟ وعن يدك يا شيخ صالح، هو عايز يروح لوحده؟ ربنا يعينه بقى، كل واحد أضرب ظروفه. على رأيك، وبعدين ده معاه ربنا اللي أقوى وأحن عليه من الكل. ربنا يوفقه يا رب. نزل سلاحك يا صلاح بيه. مللي كمين استهانم؟ مفيش حد عامل لك كمين. بعد انت بسبت القضية؟ لما انت عارف ان انا سبت القضية سمعت ايه اللي انت بتعمله ده كله؟ نزل سلاحك واحنا نتكلم. مش هينفع، حتى لو كنت سبت القضية انا لسه راجل امن، شغلتي ان لو قابلت مجرم لازم اقبض عليه. انت عارف ان سليم بريء يا صلاح بيه؟ بعدين جاي النهارده وجايب دليل براءتي معايا. واللي معاه دليل براءة يعمل اللي انت بتعمله ده؟ عندك حق، بس الدليل اللي معايا يطلعني بريء قدامك انت بس، لكن ما يخرجنيش بره القضية. بعدين اسأل نفسك ليه انت بالذات دورت عليك مرة واتنين وتلاتة؟ عشان انت ظابط حقاني ومحترم وعمرك ما جيت على حد، حتى بعد ما سبت القضية غصب عنك. اسمعني، نزل سلاحك واسمعني. ابوكي فين يا هدى؟ مش هنا. ويا ترى انت لوحدك ولا سايب لك حد من الرجاله اللي كانوا معاه عشان يونسك؟ لم لسانك يا عطيه. كده ماشي، قسما بالله انت ما كان ليك الا ابو مصعب هو اللي يعرف يشكمك. طب يلا انجز بقى بدل ما هبش فيك. شكلك لوحدك صحيح. حضره النظر هرب وسابك ولا ايه؟ عشان عارف ان احنا عمرنا ما نتعدى على حرمه لوحدها. الشيخ صالح ابو فضه ما يهربش ولا حتى من الموت. هو راح مشوار وسابني عشان عارف ان انا بعشر رجال من عينتك انت واللي معاك. عيل الكلام يا هدى، انا عامل حساب انك حرمه لوحدك صحيح، بس للصبر حدود. فعلا للصبر حدود، فياريت بقى تنجز وتقول جاي ليه يا عطيه. طب بلغ ابوك اني ما بتهوش، وان اول ما المهله تخلص بالدقيقه اجيب البيت ده على اللي فيه بالبلدوزر والرجاله، سواء فاضي او مليان. السلام عليكم. صدقتني؟ بس الفيديو ده بيقول ان تامر ابو المجد هو اللي قتل البنت، لكن ما بيقولش مين اللي قتل زياد. عشان كده ما وديتوش النيابه وجيت لك بيه، عشان النيابه عايزه دليل واضح. مش فاهم تقصد ايه. قصدي انك بعد ما شفت الفيديو ده اكيد مش مكدبني، وان زياد صور تامر بعد ما خبط البنت وجالي بعديها رحت امسك الواد موته زياد ولبسه لي انا وهو عشان احنا الوحيدين اللي عارفين. مجرد كلام نظري. انت عارفهم كويس وتعاملت معاهم كتير، بعرف ان هم ما بيرحموش واديهم طايل. دول حتى بعدوك على القضيه عشان ما مشيتش على هواهم وعملت اللي هم عايزينه. بس انا ما افتكرش ان لطفي والمجد يعمل ده كله لوحده. ما هو مش لوحده، لطفي ونشأة وحماد وتميم وزناتي ويعلم مين كمان معاهم. انت عايز مني يا سليم، خصوصا انك عارف ان انا سبت القضيه. عايزك تصدقني عشان مفيش غيرك دلوقتي اثق فيه. وافرض صدقتك، هتفرق معاك؟ هتفرق، على الاقل انا وانت نبقى في خندق واحد.